ايوه شوي اسمعني كويس ونفذ اللي هقولك عليه بالحرف الواحد. بكرة الصبح انا هدخل المستشفى علشان اعمل عملية خطيرة جدا. الخبر ده عايزك كل الجرايد والمجلات تنشره، بس اسمع مش عايز اي حد يحس ان احنا ورا الخبر ده، والا كل شيء انا برتبه هيبوظ. ستارة يا ستي بتاري عليا بيقول لي ربنا يعينك على شغلتك الجديدة، فاكرني مش هقدر اسد مكانه غبي. معلش يا معتز، اصل الغيرة تعمل اكتر من كده. بكرة لما تعمل اللي هو مقدرش يعمله وتثبت لكل الناس انك اكفأ منه وانك احق منه بالشغل اللي كان هو بيعمله، كل الناس ساعتها تعرف ان هو كان عايش على مجهودك وعلى شغلك انت. انا مش عارف لو انت مش جنبي في ظرف زي ده كنت عملت ايه. انا هفضل دايما جنبك يا معتز، وانا مش هستغنى عنك ابدا. ده كلام خطير جدا يا حضرة الضابط. طيب عشان انا اثبت لك ان انا قد كل كلمة قلتها، انا خلاص طلعت حنان ومحتاج لحد جنبي، واظن مفيش غيرك انت يقدر يسد في كده، مش كده؟ الحقيقة يا معتز انت فاجئتني بالكلام ده. لا والله. طب انا اسف يا ستي، اسف ان انا فاجئتك. لا الحكاية مش كده خالص. انا زي ما قلت لك يا معتز، اي واحده في الدنيا تتمنى راجل زيك، وهتبقى اسعد ست وهي جنبك كمان. ايه سكت ليه؟ لسه متردده؟ لا مش متردده ولا حاجه، بس انا خايفه يا معتز ان ده يكون قرار انفعالي، يعني بسبب الظروف اللي مريت بيها انت وطليق. لا 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 لا، ما انا عارف انا عايز ايه كويس قوي، وعارف ان انت مش هتحتاجي تخدمات، لان انت لو خدت القرار ده هيفرق معاك كتير قوي في شغلي. عارف يا مها، اول ما خلص القضيه اللي في ايدي دي واثبت للعالم كله مين هو معتز، اليوم ده هيكون يوم فرحنا وهيبقى الفرحه الكبيره. وانا مستنيه اليوم ده بفارغ الصبر يا معتز. انا حاسس اليوم ده قريب، قريب قوي يا مها. طارق، مش هو ده الملف اللي بابا اداهولك وقال لك لازم تشيله؟ معلش يا حبيبتي، اللي حصل النهارده ده خلى دماغي تلف، نسيته خالص. معلش، ناوي تشيله فين؟ عندنا في الفيلا؟ لا لا لا، ما ينفعش. فيلا مقفوله واحنا مش هناك، وشكلنا كده هنطول على ما نروح بسبب تعب باباك. امال هتشيلهم فين؟ معقول يا طارق هتسيب الملف هنا؟ شوف يا نورهان، شغلي علمني لو عايز اخبي حاجه في مكان محدش يعرف يوصله احطه في مكان غير متوقع ومكان عادي جدا. خلاص خليهم هنا، بس لما نرجع بيتنا لازم ناخدهم معانا. اكيد، بس الاهم من ده بقى يا نورهان، محدش يعرف مكان الورق ده غير انا وانت بس، حتى عامر بيه ما يعرفش. حاضر، تصبح على خير. هتبقى كويس. يلا هتاخدوا عامر بيه تعمل له كل الاشعاعات والتحاليل اللازمه لعمليه بكره. دكتور حسام هيعمل كل حاجه. اتفضلي. بابا خد بالك من نفسك، انا عايزاك. طمني يا دكتور، الحكايه دي هتاخد وقت طويل؟ لا لا لا، دي هتتم على مدار اليوم، ما تشغليش بالك، تقدري تستنيه في السويت بتاعك. استنى ايه؟ مش هقدر، خليني هنا، مش هقدر. اما انا بقى عامله لك حته مفاجاه، انما ايه يا روحي؟ تجنن. اهو انا ما بقلقش يا ماما منك غير من تجنن دي. امبارح انا قابلت نبيله صاحبتي، حرم المستشار الشناوي صاحب بابا الله يرحمه، وشفت بنتها زينه. يا حياتي على جمالها، زينه وهي زينه. استنى
عامله لك مفاجاه. جبت لك صورتها وبصراحه ما حسش نفسي ابدا ان احنا نروح نزورهم. يا ماما وهنزور الكائن ده نعمل بيه ايه؟ نعمل بيها ايه؟ نخطبها طبعا يا حضره الضابط. نخطب يا ماما؟ مين قالك ان انا عاوز اخطب؟ ماما لو سمحت ارمي الموضوع ده من دماغك. السكه دي مش سكتي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ سكتي ومش سكتي؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ يا ابني الجواز يعني عائلات يعني نسب. ماما انا قلت اللي عندي ويا ريت ما نتكلمش في الموضوع ده تاني عشان لا تحرجيني ولا تحرجي نفسك. يا حبيبي انت عايز ايه بالظبط؟ اقول لك بنت اللواء سليمان تقولي اتخطبت، اقول لك بنت المستشار الشناوي تقولي سكتي ومش سكتي؟ تقول معايا صريح وتقولي انت عايز ايه. انا عارفه انت عايز ايه يا شريف، انت عايز تنقطني. يعني انا لو ما عملتش اللي انت عايزاه يبقى انا عايز انقطك؟ بص بقى يا شريف، تعالى كده معايا بصراحه وقولي انت عايز ايه بالظبط. لا لا لا، من غير ما تقول. انا عارفه بنت الصول دي هي اللي واكله عقلك ودماغك. لو سمحت يا ماما ملوش داعي التجريح ده. اسمع يا ابني، انا نظرتي عمرها ما خيبت ابدا. اللي اسمها ساره دي عرفت تلعب بعقلك ودماغك طبعا، ما انت بالنسبه لها فرصه العمر. انت غلطانه يا امي، ساره بنت فقيره وعلى قدها. اه بس اوعي تفتكر انها بتفكر بالطريقه بتاعتك دي. لا لا لا، انا دخلت بيتهم وشفت ابوها راجل غلبان وعلى قد حاله بس محترم. ولعلمك ساره اصلها كويس قوي وفرصه لاي واحد عاوز يرتبط بيها. ويا ريت بقى نقفل الكلام في الموضوع ده من اساسه، لاني زهقت من التفكير بتاعك ده. بعد اذنك انا ايه؟ استنى بس يا شريف. يا شريف انت يا ولد استنى هنا. وكمان قابلت ابويا يا شريف؟ يا اخي بيتقابل في الكاب. يا اخي بيتقابل. عاملي بس يا ربي. الو. صباح الخير يا ساره، انا نجوان هانم. اهلا اهلا نجوان هانم، الحمد لله. ازاي حضرتك؟ تحت امرك. طيب ساعه كده واجي حضرتك على النادي. حاضر، مع السلامه. مين دي يا ساره؟ دي والد شريف اللي معايا في الشغل. شريف؟ مش هو ده اللي زارنا من مدة؟ هو. بصراحة أنا من ساعة الزيارة دي وكنت حاسس إن الزيارة وراها حاجة. وبصراحة شريف ده إنسان كويس وواضح إنه من عيلة كويسة، ومكالمة أمه النهاردة بتؤكد كلامي ده. ربنا يسعد أيامك يا سارة بنتي. إيه يا بابا؟ أنت مخك راح لبعيد أوي، بعدين الحكاية مش كده خالص، أكيد. لا هي كده. أمه عايزة تقابلك عشان تجس نبضك ناحيته، عشان لو وافقتي يتقدموا رسمي. ولو إن يعني لو حصل البيت هيرضى عليا أنا أمك، لكن نعمل إيه؟ هي دي سنة الحياة. المهم إن إحنا نشوفك سعيدة يا سارة، وأنا وأمك نفرح بيكي. أنا هقوم أفرح أمك يا سارة. يا أم سارة! أم سارة! ايه ده؟ الحمد لله على السلامة يا كارما. تصدقي بقى بالرغم ان انت بتغلسي عليا، بس بصراحة المكتب من غيرك وحش جدا. اولا الله يسلمك، ثانيا انت فعلا بنت رخمة والواحد لازم يرخم عليكي، بس اعمل ايه بحبك. طب احكي لي، لسه قاعدة عند الجو؟ ايه بنت الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ جو ايه وبتاع ايه؟ وعشان ترتاحي بقى انا خلاص رجعت البيت. عبيطة، كنت اقعدي كمان شوية وحد يلاقي يا بنتي. مين عارف، مش يمكن مع الوقت كان حصل المرض. ما هو خيالك الواسع ده هو اللي هيودينا في داهية يا ستي. ما هو خيالي ده هو اللي أنقذك لما لجأت الفتح. بصراحة عندك حق، عشت معاه أجمل أيام حياتي. إحساس الأمان اللي أنا حسيته معاه عمري ما عوضه، أصلا مستحيل أحسه مع حد تاني. بس أعمل إيه بقى، لازم ما أرجع للهم والغم اللي اسمه حاتم. إيه ده، هو أنت شفتيه؟ ويا ريتني ما شفته، ده اتجنن خالص. كارما خدي بالك من نفسك. ايوه عندك حق، انا حاسه ان حتى مش هجيبها لبره ولا خالص.
حاسه انه هيته هتبقى وحشه، وحشه قوي كمان. انا برضو مش فاهمه، يعني حضرتك تقصدي ايه بالكلام ده؟ انا دخلي ايه؟ شريف عايز يرتبط ولا لا؟ ليه ده انت ليكي دخل كبير قوي. ما تقولي اللي عندك يا نجوان هانم. شوفي يا ساره، انت بنت طيبه ومركزك كويس وبنت ناس طيبين، صحيح يعني هم على قدهم قوي قوي يعني، بس اهو الناس بتقول عليكم انكم طيبين. ده بس من ذوقك يعني. المشكله يا ساره انك مش مناسبه لشريف خالص. يعني مش مناسبه لايه بالظبط؟ انت فاهمه قصدي كويس قوي. لازم تعرفي ان ارتباطك بشريف مستحيل، وكده يا روحي انت هتوقفي حالك وحاله. ومين بقى اللي وصل لحضرتك ان انا عايزه ارتبط بشريف اصلا؟ يا روحي دي حاجه واضحه زي الشمس. لا حضرتك غلطانه، وبعدين انا اللي بيني بين شريف الزماله وبس، ولو هو بقى بيفكر في حاجه تانية زي الارتباط مثلا، فانا الموضوع ده مش في دماغي خالص، ولو جه فتحني في الموضوع ده فانا هفكر مليون مره. ضحكتيني يا بنت، انت اللي هتفكري. انا اللي افكر. نجوان هانم خليني اكون صريحه معاكي، بس يا ريت ما تزعليش مني. اولا انا ما بحبش ارتبط براجل امه مسيطره عليه، لانها هتنغص عليه عيشته وعيشه اللي معاه. وبعدين اطمني، انا ما بفكرش في الارتباط اصلا بشريف، وحتى لو فكرت لازم حضرتك تكوني موافقه ومقتنعه، ساعتها بس ممكن افكر، غير كده حضرتك اولى بيه. ايه الكلام البلدي ده؟ ايه اولى بيه ده يا بنت؟ عموما كلامك ده بيؤكد لي ان انت ما تنفعيش ابني خالص، بلدي قوي. طيب بعد اذنك يا ماما عشان اتاخرت. بلدي شفت بقى يا استاذنا نتيجه الشغل اللي انا عملته؟ اهم طياره طارق خالص. انت متاكده من الكلام ده؟ عيب يا استاذ برهان، كمان مصدر موثوق منه جدا جدا، الضابط اللي مسك مكان طارق انا عارفه كويس، وهو بقى مصدري الرئيسي. ده عشان حضرتك تبقى مطمن. يبقى الموضوع اللي انت كتبتيه والشكوى اللي انا قدمتها هما اللي خلصوا عليه. ده غير كمان بقى خبر دخول عامل الجيب غرفه العنايه المركزه، منور النهارده في كل الجرايد، وانا بقى كان ليا السبب ده. اظن بقى كده يا استاذنا انا عملت اللي عليا وزياده، فيا ريت بقى حضرتك وشكري بيه يعني تقدروا شغلي ومجهودي. مقدرين والله يا مان، مقدرين. انا النهارده هقابل شكري بيه وابلغه، والتقدير اللي انت تستحقيه هيوصلك لحد عندك. وانا تحت امر حضرتك شكري بيه في اي وقت وفي اي حاجه ومن غير اي حاجه خالص. ده عشان انا بس بعمل شغل الضمير، وما بكتبش ابدا غير اللي بيمليه عليا ضميري، وهو اللي كان نتيجته ان ظابط مفتري زي اللي اسمه طارق ده عرفنا نوقفه عند حد، رجل اعمال فاسد زي عامر الدين عرفنا نخسره اللي قدامه واللي وراه. واحنا عايزين ايه تاني غير كده يا مها يا بنتي؟ ان احنا ننظف البلد من المرض المستشر فيها. هتنظف يا استاذنا، طول ما في البلد ناس زينا كده يبقى اكيد هتنظف. سمعتوا ايه الاخبار؟ دي كارثه، دي مصيبه. معقول عامر بيقع بالشكل ده؟ يا جماعه المفروض ننتظر لما نتاكد. انا من رايي نبيع فورا لان الخساره هتبقى كبيره علينا. انا بايدك يا شوكر بيه. انتوا ناسيين ان عامر بيه امبارح عين نائب رئيس مجلس اداره، يعني المفروض ننتظر لما يجي وناخد رايه. هو فين؟ ما جاش ليه؟ انا كلمته من شويه وقال لي ان هو في الطريق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار يا سامسي؟ سمعت حضرتك اللي حصل في البورصة؟ سمعت. لو احناش نتصرف احنا هنضيع. ده غير الأخبار اللي سمعت مع الموظفين والناس اللي بتتعامل مع المجموعة، وطبعا ده عمل شلل في الشغل كله. احنا مش عايزين ناخد أي تصرف، في تسرع يضيع علينا كل حاجة. أنا هجتمع دلوقتي مع الأستاذ شاوي رئيس الشؤون القانونية والأستاذ حلمي رئيس الشؤون المالية. هندرس الموقف ونشوف إيه القرار الصح اللي ناخده عشان نلحق المجموعة قبل ما تنهار. أول ما أوصل لقرار هبلغكم على طول. من فضلكم تسيبوني نروح لها شوية. إيه
ايه رايك يا استاذ حلمي؟ انا مش شايف قدامنا غير طريق واحد. اللي هو ان احنا نبيع وابو منتهى السرعه قبل قيمه الاسهم ما تنهار والخساره تبقى جسيمه. وانت يا استاذ شاوي شايف ايه؟ والله كلام الاستاذ حلمي منطقي وسليم، انا شايف ان هو ده اللي لازم يحصل. طب ولو قلت لكم بقى ان عامر بيه كان شايف غير كده وطلب مني ان انا اشتري مش ابيع،